بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية. حد لأي استفسار في الجزء اللي شرحناه في الام اي دكاترة؟ طيب لو حد لأي أي نوت أو أي نقطة عايز يسأل فيها بس يبعتها لي في الشات وإن شاء الله هنرد عليها على طول. هنتكلم عن التوبيك التاني النهاردة، هو الديسليبيديميا. اكشولي الديسليبيديميا واحد من المواضيع اللذيذه في فهمها اكشولي، وفي البراكتس بتاعها. يمكن حكايه الاسئله اللي فيها، يمكن بس ما فيش فيها مواضع اسئله كتيره، بس في الكلينيكال براكتس مهم جدا ان احنا ازاي نشخص الديسليبيديميا اكشولي، ازاي نعالج العيان الديسليبيديميا، ايه هي التريتمنت تارجتس بتاعتنا. الحاجات دي مهمه قوي لما نيجي هاو تو ديل مع كيس ويز ديسليبيديميا. النقطة الثانية، أنت عشان خاطر تبدأ أصلاً يعني تذاكر ديستابيديميا أو تبقى فاهم ديستابيديميا، ما ينفعش تبقى فاهمها أو يعني تتكلم عليها أو تذاكرها من غير ما تبقى فاهم الجزء بتاع الليبو بروتين ميتابوليزم. وللأسف كتب كتيرة من كتب الأندر جراد أو البوست جراد مش بيركزوا على البوينت دي، فتلاقي الطالب عمال يذاكر في ال دي ال و اتش دي ال وأصلاً مش فاهم البروسس بتاعتها جت منين. احنا الحاجات دي ذكرناها زمان ايام ما كنا بندرس بايوكيمستري، بس ما ينفعش خالص احنا ندرس this part من الميديسن من غير ما نرجع to review تاني البايوكيميكال ريفيو. طبعا مش بنفس الديتيلز بتاعت البايوكيمستري، ولكن اللي هيفيدنا بعد كده في الكلينيكال براكتس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نبدا كلامنا عن الديستابيديميا. وزي ما قلت لكم هنبدا الكلام لما نيجي نتكلم عن اول حاجه خالص عن الليبوبروتين ميتابوليزم. هو اصلا يعني ايه الليبوبروتين؟ الليبوبروتين من الاكسبريشن بتاعها في عندنا حاجتين اسمها ليبيد بارت وبروتين بارت. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ان الليبوبروتين تبقى بشكل ليبوبروتين، ليه ما تبقاش فري ليبيدز؟ لانه عمر اللبن ما يبقى ميه او عمر الدم ما يبقى ميه. خلاص الليبيدز ديت water insoluble، والدم ده اغلبه ميه. طب ازاي الحاجه الwater insoluble هتدوب في الميه؟ مستحيل هتدوب في الميه، لازم يبقى في حاجه كارير تتشال عليه يخليها قابله للتحرك في الميه، والكارير ده لازم يبقى water soluble اللي هو البروتين. اوكي، عشان كده دايما الليبيدز مش موجوده free in blood، لا ده لازم تبقى شبكه في بروتين هو ده الشيال بتاعها اللي ينقلها جوه الايكوس ميديوم بتاعه البلد. عشان كده احنا بنتكلم عن ليبو بروتين. اوكي، طيب تعالوا نتكلم بقى في الليبو بروتين ميتابوليزم. الصوره الجميله دي كده هنكركعها شويه اللي احنا شايفينها، ازاي نبسطها ونسهلها ونفهم ايه حكايه الليبو بروتينز دي. الليبو بروتينز اكشوالي احنا في عندنا اربع حاجات هنتكلم عنها. هنتكلم عن حاجة اسمها كايرو مايكرو، وحاجة اسمها VLDL، وحاجة اسمها LDL، وحاجة اسمها HDL. وتعالوا نبدأ السيناريو بقى القصة من أول ما واحد بيأكل وجبة وفيها فاتي ميل، وجبة فيها دهون. تخيل كده أنت رحت مثلا كنتاكي، ولا رحت تجيب برجر كده ولا حاجة من أي ماكدونالدز ولا حاجة زي كده، وكانت وجبة مليانة فاتي ميلز. هو إيه اللي بيحصل في الفاتي ميلز اللي أنت أكلتها دي؟ أنت بتاخدها وبتبدأ تتهضم، تعدي من السمول انتستين، ويحصل لها عملية الدايجيشن في السمول انتستين والأبسوربشن برضه في السمول انتستين. يبقى القصة هتبدأ هنا في السمول انتستين. في السمول انتستين تبدأ هذه الفاتي ميلز اللي أنت أخدتها، الفاتس عامة اللي اغلبها عباره عن تراي جليسرايدز، يعني جليسرول ماسك فيها فاتي اسيدز وفيها نسبه كوليسترول موجوده معاها، وفيها بعض الحاجات الثانيه زي الفوسفوليبيدز. الحاجات دي كلها عباره عن فاتس بتدخل بعد كده من السبلانكينج فيسلز، تدخل بعد كده للبورتال يعني سوري من اللاكتينز. هي ما لهاش دعوه بالبورتال فين، هي لسه زي ما هي الليبيدز. فجدار السمول انتستين بيعدي بحاجه اسمها لاكتينز. اللاكتينز دي زي الليمفاتكس بالظبط، هي ديت اللي بتوصل بعد كده في الليمفاتك سيستم بتاعنا. فالليبيدز بتمشي مع الليمف جوه الليمفاتك سيستم، وبعد كده الليمفاتك سيستم بتروح تفضيها فين؟ في الثراسيك داكت، ومن الثراسيك داكت يفضيها في
السيستميك سيركيليشن. طب وهي في السيستميك سيركيليشن هذه بقى الليبيدز تاخد شكل كايرومايكرونز. كايرومايكرونز عباره عن بارتس من ايه؟ عباره عن ترايجليسرايدز موجوده وبتبقى متجمع كتل كده صغيره كلها بتمشي في الدم وتروح ناحيه الليفر. بيشتغل عليها انزيم مهم قوي اسمه ليبوبروتين لايبيز انزيم، وده موجود في جدار الاندثيليوم، موجود عندنا في الاوعيه الدمويه. يعمل ايه؟ يشوف هذه الكايرومايكرونز بعد ما اكلت وجبه فيها ليبيدز وفيها فات، معلش اي حد مش شايف الصوت يقفله سمعت، فيها ليبيدز وفيها فات، لا يبدا يكسر هذه الكايرومايكرونز. لو احنا خدنا عينه للدم بعد ما انت رحت مثلا عند ماكدونالدز ورحت عند كنتاكي هتلاقي هذه الوجبه مليانه كايرومايكرونز، دمك مليان كايرومايكرونز. بس الحمد لله اللي حسن الحظ عشان خاطر هذه الكايرومايكروس ما تعملش بلوك عندي في البلاد فيسلز، ربنا عمل في جدار البلاد فيسل انزيم يكسر هذه الكايرومايكرو اسمه ليبو بروتين لايبيز. من اسمه لايبيز يعني بيكسر الليبيدز، يكسرها يا حبايبي يطلع لك الفري فات اسيدز اللي موجوده فيها عشان خاطر التيشوز تاخدها تستخدمها كوجبه تاكلها. مين اكتر تيشوز اللي بتاخدها؟ الفات سيلز الاديبوس تيشوز تاخدها عشان خاطر تبني الفاتس بتاعها، والمسلز عشان خاطر تاخدها وتحرقها وتديك طاقه. اوكي؟ وبتحول هذه الكايلومايكرون الى حاجه اسمها كايلومايكرون ريمننس، اجزاء اصغر شويه تروح جاي للكبد ياخدها ويمتصها من خلال ال دي ال ريسبتورز. يعني الكبد عنده ال دي ال ريسبتورز بتاعت الريسبتورز بتاعت اللو دنسي لايب بروتينز، بس برضه ممكن تمسك فيها الكايلومايكرون وتدخل جوه الكبد. الكبد بعد كده بياخد بقى هذه الليبيدز ويبدا بقى يحللها، يخلي الكوليسترول لوحده والترايجليسرايدز لوحدها، يخزن الكبد نفسه هو مخزن ليها وفي نفس الوقت يصنع منها حاجات. يعني الكبد بعد كده عشان خاطر يصنع بقى مثلا الانزيمز اللي هتروح بعد كده في البيلياري تراكت والدايجستيف انزيمز والبايل اسيدز، هو بياخد الكوليسترول عشان يصنع منها البايل اسيدز. اوكي؟ لو هيصنع هرمونز ومحتاجه شويه كوليسترول فياخد الحاجات دي يبدا يصنعها. طيب صنع اللي هو اللي عايزه وخزن جزء منها في شكل ستورج ليبيد. طب يبدا يعمل ايه؟ يبدا يسكريت بقى حاجات عشان خاطر تروح لبقيه الجسم. بيسكريت في شكل ايه؟ حاجه اسمها في ال دي ام. الباثوي اللي احنا اتكلمنا عنه من اول ما كلنا لغايه لما الليبيدز راحت للدم بيسموها اكسوجينس باثوي، اللي هو ايه؟ حاجه انا اكلتها وراحت للكبد. لكن الباثوي اللي هيبدا بعد كده الكبد يهاندل بقى ويصنع ده اسمه اندوجينس باثوي. اندوجينس باثوي زي ما قلت لكم بيبدا ان الكبد يصنع حاجه اسمها فيري لو دنسيتي لايب بروتينز. من الاسم ده هو يعني ايه اصلا ال دي ال وفي ال دي ال واتش دي ال؟ ده لما نيجي نعمل الكتروفوريسيس او بفصل بعمل عمليه فصل للدهون بتاعت الدم بتتحرك على حسب الشحنه بتاعتها وعلى حسب الحجم بتاعها. خلاص؟ فالفيري لو دنسيتي هي اخف، يعني اعمل سنترفيجيشن هتلاقيها ناحيه فيري لو، فعشان كده بتدوب ناحيه فوق. لو انا عملت سنترفيجيشن اهو مثلا دي الليبيدز بتاعتي، اوكي الفيري لو اللي هي اخف حاجه تبقى على السطح، وبعد كده اللو دنسيتي هي باللون الاخضر كده بتبقى موجوده هنا، والهاي دنسيتي اللي هي الاعلى في الوزن بتبقى موجوده تحت. طيب هي الفيري لو، هي ليه فيري لو؟ عشان خاطر هي ريتش ان ترايجليسرايدز. طب والهاي دنسيتي ليه هاي دنسيتي؟ وزنها تقيل ليه؟ عشان هي ريتش ان كوليسترول وزن عالي. طب اللو دنسيتي بيبقى فيها ميكس من الاثنين، من الترايجليسرايدز او فاتي اسيدز ومن الكوليسترول. اوكي يبقى ده فهمت يعني ايه ال دي ال، يعني ايه في ال دي ال، ويعني ايه اتش دي ال. قلت ان الكبد بيصنع ال VLDL، بيصنع مواد ريتش ان ترايجليسرايدز عشان خاطر تروح تنقل هذه الترايجليسرايدز الى التيشوز عشان خاطر تستخدم الفاتي اسيدز بتاعتها. وفعلا VLDL هي شبه الكايلومايكروز اللي كان لسه الكبد واخدها، بيشتغل عليها برضو انزيم اللي هو لايبوبروتين لايبيز عشان خاطر يطلع الفري فاتي اسيدز اللي فيها وتستهلكها التيشوز تاني، الفات تيشوز عشان خاطر تصنع فات، والمصلز عشان خاطر تحرق الفات. طيب ال VLDL لما بتفقد ترايجليسرايدز كتير بتتقل شويه. خلاص؟ بتفقد ترايجليسرايدز وبتاخد نسبه كوليسترول من ال HDL زي ما هنشوف دلوقتي. فبتبقى انترميديت دنسيتي. اوكي؟
انترميديت دينسي يشتغل عليها برضو نفس الانزيم وتفقد كمان فاتي اسيدز كمان يستهلكها الماسل والادبوس تيشو، اوكي، وتاخد كمان شويه كوليسترول وتتحول الى ال دي ال لو دينسيتي لايبوبروتين. اللو دينسيتي لايبوبروتين ده هو هنا دلوقتي حاليا هو ريتش ان تريجليسرايدز وريتش ان اكتوال اكتر منها كوليسترول، بيروح جاي واخد بقى الحاجات دي وتروح للبيرفرال تيشوز. البيرفرال تيشوز هي اي تيشوز عندنا في جسمنا تاخدها من خلال ال دي ال ريسبتورز. طيب يعني ريسبتورز ال دي ال، ال دي ال بيبقى فيه بروتين كمان في سطحه هنا كده اسمه ايبو بي، سوري ايبو بي 100. الايبو بي 100 ده بروتين موجود على سطح ال دي ال، هو ده اللي بيمسك في ال دي ال ريسبتور ويتاخد في البيرفرال تيشو. نفس ال دي ال زي ما بياخدوا البيرفرال تيشو في عنده نفس هذه الريسبتور موجوده في الليفر، فالليفر عنده ال دي ال ريسبتور. مش كده بس، لا ده في حاجه اسمها كمان ال دي ال ريسبتور ريليتد بروتين يمسك فيها برضو ال دي ال. فال دي ال خلاص بقى في الدم يتاخد في مكانين، الليفر ياخده عشان خاطر برضو يصنع بقى الكوليسترول بتاعه وياخد الحاجات دي يرجع له مره ثانيه، والبريفرال تيشوز برده خد جزء من هذا ال دي ال عشان خاطر تصنع تاخد الكوليسترول بتاعها تستفيد منه وتريجليسرايدز تستفيد منه. طيب هي فين المشكله؟ المشكله لما ال دي ال ده يبقى كتير قوي، خلاص الليفر اكتر من كفاءه الليفر واكتر من كفاءه التيشوز، بيحصل له اوكسيديشن كيميكال موديفيكيشن، تيجي بعد كده اوكسيدايزنج سبستانس تعمل له اوكسيديشن وتحول الى اوكسيدايزد ال دي ال. الاوكسيدايزد ال دي ال ده بقى بيتاخد بالماكروفيج اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، الخلايا الكبيره. ليه؟ لان عندها ريسبتور اسمها سكافنجر ريسبتورز. سكافنجر ريسبتورز، السكافنجر ريسبتورز دي بتاخد الاوكسيدايزد ال دي ال، تاخده عشان خاطر ده ماده توكسيك تبلعه، وهي بتبلع بتتحول من ماكروفيج الى فوم سيلز لما تزيد قوي، وده اتكلمنا عنه في البروسيس بتاعه الاتروسكلوز. يبقى تاني انا اتكلمت ايه، قلنا الكبد صنع في ال دي ال، هذا الفي ال دي ال اشتغل عليه البروتين انزيم ليبيز تحول الى اي دي ال، اشتغل عليه نفس الانزيم تاني طلع مور فري فات اسيدز وخد شويه كوليسترول عشان يتحول الى ال دي ال، بيسموه كوليسترول الضار. هو اكشوالي مش ضار، ان هو موجود بنسبته الطبيعيه يبقى كويس، لكن لما بيزيد قوي 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 على كميته الطبيعيه بيتحول الى اوكسيدايزد ال دي ال ويبقى ضار. طب ال دي ال ده يروح فين؟ والله في عنده مستقبلات موجوده على الكبد تاخده، مستقبلات موجوده على البريفرال تيشوز تاخده وتاخد منه الكوليسترول بتاعه والحاجات بتاعته ويدخل جواها. لما بيزيد قوي زي ما قلت لكم بيتحول الى اوكسيدايزد ال دي ال، تاخده الماكروفيج من خلال السكافنجر ريسبتورز بتاعتها وتتحول الى فوم سيلز. يبقى كده خلصنا نص الطريق بتاعت الكبد، نص اندوجينس باث واي بالظبط. زي ما الكبد صنع ال في ال دي ال، الكبد كمان صنع ماده مهمه قوي اسمها اتش دي ال. اول ما بيصنعها في شكل بريكيرسور بتبقى شكلها ديسكويد كده. طب ايه حكايه الاتش دي ال ده؟ قلت لكم الاتش دي ال هو برضو عباره عن ليبو بروتين، يعني ليبو بارت وبروتين بارت. الليبو بارت هنا بيبقى ريتش ان كوليسترول، يعني طريقه من طريقه ان الكبد بيطلع بيها كوليسترول. البروتين بارت بيبقى في حاجه اسمها ايبو بي، سوري ايبو اي بروتين وايبو اي بروتين. ايه دول؟ دي بروتينات موجوده على سطح ال اتش دي ال وظيفتها انها تمسك بعد كده في ريسبتورز، تمام؟ تمام. وفيها انزيم مهم قوي اسمه ال كات. ال كات، كات مش قطه هنا، لا ده ال ده اختصار، ال ده بتاعت الليسيزن والسي بتاعت الكوليسترول والاي اسيتيل ترانسفيريز، فالانزيم اسمه ليسيزن كوليسترول اسيتيل ترانسفيريز ال كات. طب بيعمل ليه ال كات؟ ليه القطه موجوده على اتش دي ال؟ عشان خاطر تساعد الميتابوليزم بتاع الكوليسترول. الاتش دي ال ده هو ده البلاي ميكر بتاع الكوليسترول، الحريف بتاع الكوليسترول، احسن واحد يقدر يلعب بيه وياخده بشكل سيف، خلاص. غير ال دي ال، ال دي ال ده صغير ما يعرفش يتعامل معاه، فعشان كده لما بيدخل معاه كوليسترول كتير بيبقى مشكله. لكن اتش دي ال حريف، ده عنده الانزيم اللي بيقدر يتعامل بيه مع الكوليسترول بشكل حلو قوي، فما يخليش الكوليسترول يبقى كوليسترول ضار. طب بيعمل ايه اتش دي ال بقى؟ اللي هو
هو من صغره لما كان لسه نيسنت اتش دي ام او بريكيرسور اتش دي ام، لسه صغير نيسنت يعني زغنطوط لسه في العمر، عنده كوليسترول كتير، بس هو عنده الانزيم اللي يقدر يتعامل بيه مع الكوليسترول. من خلال هذا الانزيم بيستقبل كوليسترول من التيشوز، ياخد كوليسترول، ياخد كمان كوليسترول، كوليسترول من التيشوز، كوليسترول من التيشوز اللي هو كان راح لها من خلال ال دي ال، يقول لها لا هات الكوليسترول اللي عندك بقى انا مش عايزك تخزنيه كتير، ويحطه عنده. يحطه ازاي؟ يعمل له باكينج للكوليسترول من خلال ال كات انزيم بتاعه، وبيتحول يكبر شويه يبقى مور ماتيور، اسمها اتش دي ال 2. خلاص اجين ياخد كمان كوليسترول من الاذر ال دي ال، وبعدين يروح للليفر مره تانية عشان خاطر خد الكوليسترول من التشوز وراح جاي رايح بيها للليفر، موديها للليفر، الليفر يتعامل معاها من خلال برضو ال دي ال ريسبتور، ومن خلال ال دي ال ريسبتور ريليتد بروتين. يبقى اذا الليفر زي ما طلع ال في ال دي ال، وهذا ال في ال دي ال كان ماشي مليان ترايجلسرايدز راح وداه للتشوز، وهو في النص خده شويه كوليسترول. كمان هو صنع ال اتش دي ال عشان خاطر ياخد الكوليسترول الضار ده من التشوز ويرجعه ليه تاني عشان يتعامل بيه. يبقى هو الليفر عم بيعمل ايه دايما؟ بيودي ترايجلسرايدز للتشوز عشان خاطر تستخدمها، وياخد كوليسترول من التشوز عشان خاطر هو يقدر يتعامل معاه. التشوز ما بتقدرش تتعامل مع الكوليسترول. الكوليسترول الليفر هو الوحيد الاورجن الوحيد في جسمنا اللي بيقدر يتعامل معاه. يتعامل معاه يعمل بيه، يصنعه بقى، يصنع بيه هرمونز، يصنع بيه بايل اسيدز، ودي الميجر باث واي فور كوليسترول اكسكريشن. خلاص يعني مفيش اورجن تاني بيطلع الكوليسترول غير الليفر. طيب في النص بتاعه في قصه في السيناريو في رحله ال اتش دي ال ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يبدل كوليسترول مع ال ال دي ال ومع ال اي دي ال، يعني يديهم شويه كوليسترول وياخد منهم شويه تريجلسرايدز، بس ده مش الكومن باث واي. طيب هو ال اتش دي ال بيمسك في التشوز من خلال الايبو اي بروتين وايبو اي بروتينز، دول بيساعدوهم ان هو يمسك بعد كده في الريسبتورز بتاعته اللي موجوده في الليفر، ودي نسبه ريسبتورز صغيره خالص موجوده فين؟ في الانتستين. يبقى تاني حكايه الليبو بروتين ميتابوليزم، هي بدات من اول ما اكلت الدايت بتاعي، طلعني كايلومايكرونز، هذه الكايلومايكرونز راحت في اللاكتيدز ومنها الى السيستميك سيركيليشن عشان يتعامل معاها انزيم اسمه ليبو بروتين ليبيز، كسرها وطلع لي فيه فات اسيدز بتحول الى كايلو مايكرو ريمينانتس الليفر كات. كده خلصنا نص الطريق اللي هو الاكسوجينس. الاندوجينس فيه منه حاجتين، الليفر طلع لي مادتين، ماده اسمها في ال دي ال. خلاص هذه في ال دي ال كانت ريتش ان ترايجلسرايدز، برضه بيشتغل عليها ال ال بي ال او البروتين ليبيز عشان تتحول الى اي دي ال، وتكسر مور اند مور في فات اسيدز تطلع، في الاخر تحولت الى ال دي ال. ال دي ال ده راحت التيشوز بلعته من خلال الايبو بي 100 بروتين. اوكي كده نص الطريق الداخلي خلص. النص الثاني الليفر زي ما صنع في ال دي ال راح جاي كمان مصنع ماده مهمه قوي اسمها اتش دي ال، بس اول ما تصنعه كان بشكل لسه صغير اسمه اتش دي ال نيسنت، مفيش فيه كوليسترول كتير. ال HDL ده عنده البلاي ميكر اللي بيقدر يتعامل بيه مع الكوليسترول، راح جاي واخد الكوليسترول من التشو ورجع مره ثانيه في رحلته يوديه للليفر عشان يقدر يتعامل مع الكوليسترول ببساطه شديده. يبقى انا عندي ليفر وعندي بريفرال تشو وعندي سمول انتستين، هي دي المحطات الثلاثه بتاعه الليبيدز. اعتقد كده يبقى فهمنا ايه هي رحله الليبو بروتينز، بدايه من اول ما اخدهم في الدايت ويروح للليفر، والليفر بيصنع لي حاجتين في ال دي ال توصل للتيشوز في شكل ال دي ال، وبعدين بيصنع لي اتش دي ال يبقى لسه صغير زغنطوط ياخد الكوليسترول من التيشوز ويرجعه مره ثانيه للليفر. في ثلاث كلمات يبقى فاهمين رحله الليبو بروتينز. طب هي المشكله بتنشا من ايه؟ المشكله بقى بتاعت الديسليبيديميا بتنشا لما بيزيد عندي الليبيدز الضاره. الليبيدز الضاره عامه اللي احنا قلنا ال دي ال والترايجلسرايدز. طب ال ال دي ال ليه ضار؟ احنا قلنا لكم عشان خاطر ال ال دي ال ده لما بيزيد او عن حجم الريسبتورز بتاعت الليفر وبتاعت الدشز بيحصل له اوكسيديشن وتحول الى اوكسيدايز ال دي ال.
المشكله الثانيه الترايجلسرايدز. طب الترايجلسرايدز دي موجوده فين؟ موجوده في الكايلومايكرونز وموجوده في الفي ال دي ال، دي الاماكن الريتش فيها في الترايجلسرايدز. خلي بالكم انا مش بقدر اقيس الترايجلسرايدز بير سي، يعني انا ما فيش حد بيقدر يقيس الترايجلسرايدز، ما فيش عندي في المعمل طريقه بقيس بيها الترايجلسرايدز. بس الترايجلسرايدز دي انا بحسبها من خلال ان انا بقيس كل الليبيدز بتاعتي واقيس كل الكوليسترول اللي عندي في الدم واطرح الاثنين من بعض اجيب نسبه الترايجلسرايدز. دي مهمه، حاجه مهمه معمليه تبقى فاهمينها. يعني انا في المعمل لما بقيس واطلب العيان ليبيد بروفايل، بطلب العيان دوت المعمل بيقيس ايه؟ بيقيس كل الليبيد كونتنت، وبعدين يقيس كل الكوليسترول كونتنت، وبعدين يطرح لي الكوليسترول من الليبيد يجيب لي الترايجلسرايدز. ماشي؟ دي مهمه يعني معلومه معمليه اللي بعرفها. المعلومه المعمليه الثانيه عايزكم تعرفوها، لما حد كان بيطلب اختبار بتاع الليبيد ليبيد بروفايل، الكلام القديم يقول لك لا لازم تصوم معاه 12 ساعه. يصوم يشرب اه عادي بس ما ياكلش، ما ياكلش 12 ساعه. كنت مثلا ايه تقول له مثلا لو اخر وجبه تاخدها الساعه 10 بالليل ونام، تيجي الصبح مثلا 10 الصبح نيجي نعمل التحليل. طب هل الكلام ده صح؟ شوف الروتين دلوقتي ان انا لما باجي اعمل كوليسترول استيميشن، لا ممكن في اي وقت مفيش مشكله خالص، مش لازم عيني يبقى صايم. طب لو العيان لقيت عنده بقى ترايجلسرايدز عاليه وعايز تتاكد وتمشيها العلاج وتكنترول، لا لما يزيد الترايجلسرايدز هو ده اللي كان بي افكتد باي دايت، عشان كده لازم تصوم معاه 12 ساعه. طب ليه الترايجلسرايدز كان بي افكتد باي دايت؟ نرجع بقى للرسمه الجميله بتاعتنا دي كده نبقى فاهمين. اصل الترايجلسرايدز دي موجوده في الكايلومايكرونز، لما الواحد ياكل وجبه فيها فات كتير تطلع بشكل كايلومايكرونز ريتش ان ترايجلسرايدز ويبقى افكتد في الدم، يبقى موجود في الدم ممكن تغير لي نتائج القياس. يبقى عشان كده الترايجلسرايدز لو انا هقيس ترايجلسرايدز بس في عيان عنده هايبر ترايجلسريديميا وعايز اتاكد انه فعلا عنده هايبر ترايجلسريديميا اصوم من عام 12 ساعه. لكن لو انا عايز اقيس الكوليسترول سواء كان ال دي ال والاتش دي ال والليله بتاعت الكوليسترول دي كلها، لا مفيش مشكله خالص، مش لازم عيني يبقى صايم. دي معلومه مهمه نبقى فاهمينها. طيب اوكي، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الميتابوليزم اوف ليبر بروتينز، ومعلش انا طولت فيها شويه بس انت عمرك ما هتفهم دي سليبيديميا من غير ما تبقى فاهم الرحله الجميله دي بتاعه الليبر بروتينز، من اول ما خدناهم في الدايت، من اول ما اتصنعوا في الكبد وراحوا للتيشوز ورجعت مره ثانيه من التيشوز الى الكبد. النقطه الثانيه اتكلمنا عن نقطتين عمليتين مهمين، ان ما فيش عندي طريقه بقيس بيها الترايجلسرايدز، عشان كده انا بحسبها استيميت ان استيميت من خلال بطرح الكوليسترول من الليبيدز. المعلومه الثانيه المعمليه المهمه، امتى بطلب العيان يعمل ليب بروفايل وهو صايم؟ في حال بس لو انت عنده الترايجلسرايدز كان عاليه وانت عايز تتاكد ان الترايجلسرايدز دي هي فعلا ترو هايبر ترايجلسريديميا. طيب نبقى نتكلم بقى يعني ايه ديسليبيديميا، يعني معناها انه هذه الليب بروتينز اللي في الدم مش مظبوطه. اوكي؟ هايبر ليبيديميا كاكسبريشن مش دقيق قوي زي الديسليبيديميا، يعني الديسليبيديميا زي ما هنشوف هو اكسبريشن اعلى شويه، لانه انت زي مثلا لو انت عندك ال اتش دي ال وطلعت عاليه، هل ده ديزيز؟ اللي هو يعني ال اتش دي ال زي ما احنا شايفين كده الهايبر ليبيديميا باي ديفينيشن هو كل الليبز بتعلى. طب هو ال اتش دي ال لو عالي هل ده ديزيز؟ لا ده مش ديزيز، دي حاجه بينيفيشال. اوكي؟ هو في حاجات فعلا ممكن تعلي اتش دي ال؟ اه في حالات ممكن تعلي اتش دي ال فعلا، وده اتس نوت ا ديزيز. فعشان كده الاكسبريشن الافضل شويه هو الديسليبيديميا. طيب الديسليبيديميا مهم ابقى عارف ايه هي الاسباب بتاعتها. الاسباب بتاعتها بقسمها برايمري وسكندري. اوكي؟ اللي بيتسال في الامتحان as a question causes of secondary dyslipidemia short essay question. خلاص؟ يبقى اللي بيتسال في الامتحان ايه هي الكوزز بتاعت السكندري dyslipidemia. خلاص؟ خلي بالكم تاني، انا كنت قبل كده يعني كنت ناوي اعمل انه الحاجات دي موجوده في الكتاب فروم ذا فرانك اماكن الاسئله، بس عشان خاطر نفرق بس ما بين الناس اللي بتحضر وبتركز وبتسمع والناس اللي مش بتحضر، خلينا مع بعض كده بالورقه والقلم وانت بتذاكر تبقى عارف او تكتب بنفسك ايه هي اماكن الاسئله. ف كوز اوف سكندري ديسبيديميا ده مكان سؤال. طب ايه الحاجات بتاعت السكندري ديسبيديميا؟ اشهر سبب للسكندري ديسبيديميا هو الدايبيتس. يبقى دايبيتس رقم واحد. رقم اثنين اوبيزيتي.
رقم ثلاثة endocrine disorders اللي من أشهره مين الهايبوثايرويدزم. يبقى واحد اثنين ثلاثة diabetes obesity endocrine disorder hypothyroidism. طيب الهايبوثايرويدزم مش معنى يعني عشان خاطر بيبقى فيها الميتابوليزم بتاعت اصلا البروتينز ده بيبقى ديفكتيف وبالتالي بيبقى عندي زياده في الابنورمال ليبوبروتينز. واحد اثنين ثلاثة أربعة ليفر ديز خمسة رينال ديز. أربعة ليفر ديز وخمسة رينال ديز. الرينال زي حد عنده رينال فيلير أو نيفروتك سندروم ليه؟ لأن هو بيلوز أصلا البروتين بورت. يعني ناس عندهم نيفروتك سندروم أو حد عنده رينال فيلير كان لوز البروتين بورت اللي هو المفروض أصلا يمسك في الليبيدز عشان خاطر يساعد الميتابوليزم. خلي بالك مثلا لو أنت عندك مثلا إيبو بي اللي إحنا قلنا عليه ده بروتين وبيطلع من الليفر. طيب لو انت عندك بقى حد عنده رينال فيلير او عنده نيفروتك سندروم بيفوت البروتينز يبقى انت كده هيبقى عندك ال دي ال كتير ومش قادر يمسك فيه الريسبتورز بتاعته. خلاص ده واحد من الاسباب ليه الرينال فيلير بيعمل لك هايبر او ديستابيديميا. تاني حاجه الليفر ديز. الليفر ديز ناس عندهم اوبستراكتيف ليفر ديز دي ناس عنده حد عنده اوبستراكتيف جونتس. طب ليه؟ هو اصلا الليفر ده هو ده البلاي ميكر هو ده الاورجن الرئيسي اللي بيتعامل مع الكوليسترول انه بيحوله للبايل اسيدز وبيعمله سكريشن. طب لو واحد عنده اصلا القنوات المريه دي مسدوده مش هيقدر يطلع الكوليسترول الكوليسترول يتراكم في الليفر ويرجع مره ثانيه في الدم يبقى عندهم هايبر ليبيديميا. اوكي يبقى دي الاسباب بتاعت الهايبر ليبيديميا دايبيتس اوبيزيتي وهايبوثايرويديزم. دايبيتس اوبيزيتي هايبوثايرويديزم ناس عندهم ليفر ديز وناس عندهم رينال ديز. هل انا مطلوب مني ابقى فاهم الميكانيزم بتاع كل واحد من دول؟ لا بس انا ليه بقولها عشان خاطر انت تبقى فاهم. الواحد المفروض البطنه ما تاخدش حفظ بطنه ما تاخدش الواحد يحفظ كده اسباب ويكون رافض دماغه هينسى. لكن لما يبقى فاهم هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له ان هو كان ميمورايز الحاجه اللي فاهمها. كده خلصنا من اسباب السكاتشن. طب الاسباب البرايمري والله اسباب برايمري كتير. يعني اسباب برايمري يعني حاجه كونجنتال حاجه جينيتك ديز حاجه انا باخدها بورثها كمرض موروث. طب ايه اسباب بقى الديسليبيديميا البرايمري؟ هم حوالي خمس او ست انواع انا اخترت لكم اشهر اربعه. هم المطلوب مننا انت كطالب اندر جراد او بوست جراد تعرف اشهر ثلاثه. اشهر ثلاثه ايه؟ الفاميليال هايبركوليسترينيميا سوري والفاميليال هايبر ترايجليسريديميا والفاميليال كومبايند. بسيطه خالص خالص اهي عشان بس ما حدش يقعد يعقد نفسه بالحاجات. يا اما الكوليسترول يعني فبسميها فاميليال هايبر كوليسترليميا يا اما ترايجليسرايدز تعني فبسميها فاميليال هايبر ترايجليسريديميا يا اما الاثنين مع بعض تبقى كومبايند. طب ايه النوع اللي انا مزوده رقم اربعه ده؟ حاجه اسمها ديفكتيف ايبو ليبو بروتين بي 100. معلش خليها جنب وهقولها لكم دلوقتي خلاص. بس انت لو حد اندر او بوست جرادويت عارف الثلاثه انواع دول كوليسترول عالي فاميليال هايبر كوليسترولميا ترايجلسرايدز عالي تبقى فاميليال هايبر ترايجلسرايدميا الكومبايند الاثنين مع بعض تبقى فاميليال كومبايند. باي ذا واي موضوع الاستبيديه اللي انا بشرحه يعني صدقوني لو قلت لكم انه ثلاث ارباع الطلبه في طب مش فاهمين اصلا الاستبيديه ليه؟ سبب ببساطه هو مش بيبقى فاهم الميتابوليزم بتاعه مش فاهم البايكيمستري بيس بتاعته. هو الموضوع كله اصلا بايكيمستري بيس. الحاجه الثانيه بقى لما يجي يذاكر الكلام كله بعيد عن بعضه وللاسف برضو الكتب مش موجوده بشكل منظم مش عارضه الموضوع بشكل منظم. لكن لما نبقى فاهمين الجزء بتاع البايكيمستري بيسكس الموضوع بشكل معقول بشكل منظم هتلاقي الديسيبلين ده موضوع سهل جدا ميه انت فهمته انه بيعتمد ميلي على الفهم خلاص بالنسبه لك بقت سهله جدا. تمام يبقى قلنا دلوقتي الديسليبيديميا سببها يا اما برايمري يا اما سكندري. سكندري سؤال بيجي في الامتحان وقلنا اسبابه. طب البرايمري والله يا كوليسترول زاد يبقى فاميليال هايبر كوليسترولميا يا ترايجلسيرايدز زادت فاميليال هايبر ترايجلسيريديميا يا الاثنين مع بعض يبقى فاميليال كومبايند. طب ايه حكايه فاميليال هايبر كوليسترولميا؟ فاميليال هايبر كوليسترولميا تبقى فاهم ده جينيتك ديز هو اوتوزومال دومينانت. خلي بالكم احنا كل الامراض بتاعتنا بتاعت الديسليبيديميا اوتوزومال دومينانت. يعني تيجي تشوف فاميليال هايبر كوليسترولميا هتلاقيها اوتوزومال دومينانت. الفاميليال هايبر ترايجليسيريديميا هتلاقيها اوتوزومال دومينانت. لما تيجي تشوف الفاميليال كومبايند هتلاقيها اوتوزومال دومينانت. فما تلخبطش نفسك بقى ايه احفظ ايه وانسى ايه لا تعرف كده.
ديسليبيديميا في دماغك، لو جالك سؤال في الامتحان يبقى على طول اوتوزومال دومينانت، خلاص مفيش حاجه اسمها اوتوزومال ريسيسيف. ديسليبيديميا اللي احنا الانواع بتاعتنا المهمه اللي نعرفها وندخل بيها الامتحان اوتوزومال دومينانت، ده رقم واحد. يعني اوتوزومال دومينانت يعني وجود وان جين واحد خلاص هيبقى الواحد عنده المرض نفسه، هيبقى بريزنت بالمرض. تمام. طب هل بتفرق بقى انه عنده جين واحد ولا عنده جينين؟ اه بتفرق. في الناس مثلا عندهم هايبر ترايكوليسترينيميا، فاميليال هايبر كوليسترينيميا، وجود الجين يبقى هوموزايغوس، يعني واخد الجين من باباه واخد الجين من مامته، بيخلي الكيس ايرلي في البرزنتيشن وبور في البروجنوزيس وريزيستنت تو تريتمنت. يعني معنى كده ان كل ما كمان البرزنتيشن بتاع الجين الضار ده بيزيد عندي، كل ما الاعراض بتزيد عندي وكل ما العلاج اقل في الفاعليه. فدي نقطه تبقى عارفينها. اوكي طيب يبقى خلصنا الموضوع هو ايه، اوتوزومال دومينانت، كلهم اوتوزومال دومينانت. تعال نشوف بقى ازاي بيحصل كل واحد فيهم. الفاميليا الهايبر كوليسترينيميا المشكله الحقيقيه فين؟ في ال LDL ريسبتورز. بيقول لك ايه هي المشكله؟ بيبقى نقص في ال LDL ريسبتورز. واحنا قلت لكم من القصه كان ال LDL ده كان بيبقى ايه، VLDL، وراح جاي بيطلع طريق فاتي اسيدز ويقعد يمشي وياخد كوليسترول ويطلع فاتي اسيدز يتحول الى انترميديت دنسيتي، ثم يطلع فاتي اسيدز وياخد كوليسترول يتحول الى لو دنسيتي. واللو دنسيتي بتمسك بعد كده بالايبو بي 100 في الريسبتور ساعتها اللي موجوده فين؟ موجوده في البريفرال تيشوز وموجوده في الليفر. اهي الرسمه اهي، ادي ال LDL راح للبريفرال تيشو خلاص، وفي نسبه كمان منه راحت لين؟ فين؟ للليفر. المشكله بقى بتبقى عندي لو عندك مشكله في هذه الريسبتورز انها مش موجوده او فيها نقص، ال LDL يقعد في الدم بنسبه كبيره فيتحول الى اوكسيدايزد LDL ويعمل لي اثيروسكلروز. يبقى هي دي المشكله. يبقى الهايبر كوليسترينيميا هي مشكله نقص LDL ريسبتورز. اوكي طب ايه الحكايه اللي انا كاتبها تحت دي كده بقى؟ هو ده عشان كده اتكلمت عن الفاميليال ديفكتيف ايبو ليبو بروتين بي 100. هنا المشكله بقى مش في ال دي ال ريسبتورز، لا ده المشكله في الايبو بي بروتين اللي موجود على ال دي ال. هو نفسه لو ناقص هيبقى ال دي ال موجود في الدم والريسبتورز موجوده بس مش عارف يمسك في الريسبتورز، فيبريزنت بالظبط كانه فاميليال هايبر كوليسترينيميا. عشان كده انا اتكلمت معاها اتكلمت عنها. يبقى اتكلمت عن ايبو بي 100 ديفيشنسي. ليه؟ لانه نقص ايبو بي 100 تيبيكال برزنتيشن كان عنده هايبر كوليسترينيميا. هتلاقي برضو ال دي ال عنده عالي، بس المشكله هنا بقى مش نقص في مش مشكله ريسبتور بتاعت ال دي ال، لا دي مشكله البروتين اللي بيمسك في الريسبتور. والاثنين بيبقى نفس البرزنتيشن اللي هو ايه بقى البرزنتيشن؟ اللي عنده بيبقى عنده هايبر كوليسترينيميا كلينيكالي، هتلاقي عنده ديبوزيشن اوف كوليسترول فين؟ في اماكن كتير قوي، في الكورنيا يبقى عنده حاجه اسمها كورنيال ألسرز أركس، في حوالين العين يبقى عنده دانسلازما، في التندونز يبقى عنده دانسوما. طب ايه حكايه التندونز دانسوما وايه حكايه الدانسلات؟ ايه الكلام الغريب ده؟ تعالوا نبص على الصوره اللي قدامنا كده. الكوليسترول من الاماكن الشهيره للاكيميليشن حوالين العين، النوديول دي اسمها زانتلازما. زانتلازما خلي بالك وانت داخل امتحان كده كلينيكال، سواء كان برضو اندر جراد او ناس بوست جراد، بص من حاجات الجنرال اكزام تبص فيها كويس قوي لو حاله كارديولوجي، وبص وتقول من ضمن الجنرال اكزامينيشن لازم تو كومنت اون زانتلازما يعني ده ما عندوش زانتلازما. ليه؟ بتعجب الاكزامينر يقول لك ده واحد فاهم. طب ايه يا ابني الزانتلازما دي؟ لا دي ديبوزيشن اوف كوليسترول. طب ليه بتسال عنها؟ عشان خاطر ده تؤسس الديسليبيديميا وده واحد من ريسك فاكتورز اوف كورونري ارت ديزيز. فيبقى انت واحد فاهم. تمام؟ اللي موجوده حوالين التندون دي اسمها زانسوما. اسمها ايه؟ زانسوما، تندون زانسوما. يبقى من اماكن لما ببص عليها حوالين العين، وممكن ببص عليها عند مين؟ الاكسنتورز بتاع التندون، زانسلازما وزانسوما. المشكله الثانيه في العين دول زي ما انا قلت ان دي بيبقى عندهم ريسك فاكتور فور اثيروسكلروس. ففاميليال هايبركلوسترينيميا تترجم لك على طول اثيروسكلروس. اثيروسكلروس. ثاني
اتكلمت عن الديستابيديميا البرايمري كوزس والسكندري كوزس. البرايمري كوزس السكندري كوزس قلناهم دايابيتس اوبيزيتي هايبوثايرويديزم ليفر ورينال ديزيز. طب السكندري كوزس البرايمري كوزس بقى برايمري كوزس هي حاجات جيناتيك، يا اما كوليسترول عالي تبقى فاميليال هايبر كوليسترينيميا، يا اما ترايجليسرايدز عالي تبقى فاميليال هايبر ترايجليسرينيميا، يا اما الاثنين مع بعض تبقى فاميليال كومباين. مفيش اسهل من كده، كلهم الثلاثه اوتوزومال دومينانت. نمسك اول واحد الفاميليال هايبر كوليسترينيميا، ده مشكله في ال LDL ريسبتور. في مرض ثاني شبهه بالظبط اللي هو اللي عندهم ApoB100 deficiency، بيبقى الريسبتور موجوده بس ال LDL مش عارف يمسك فيها. طب هاو تو بريزنت؟ الاثنين بريزنتيشن واحد، العيان ده يبقى عنده ديبوزيشن اوف كوليسترول حوالين عينيه دنس لازمه في ايده، يبقى عنده تندون دنسوما، وممكن تبص عليها فين؟ في الكورنيا، يبقى عنده كورنيال اركس، يبقى كده كانه ايه؟ قمر كده جميل منور لونه ابيض في الكورنيا، اللهم احفظنا يا رب. طيب البريزنتيشن عنده بريزنت باي ايه؟ بريزنت باي اثيروسكلروز، مشكله عنده كان بي كومبليكيت باي اثيروسكلروز، وعندهم كورنيال ارتر ديزيز ان يونج. بدا اول حاجه كانت عنده فاميليا هايبركوليسترينيميا. الفاميليا الهايبر ترايجليسرينيميا برضه هي اوتوزومال دوميننت، المشكله هنا بتبقى زياده فين؟ في الترايجليسرايدز. خلاص؟ طب ليه في عندك زياده في الترايجليسرايدز؟ قال لك نتيجه مشكله في الليبوبروتين ليبيز. مش الليبوبروتين ليبيز ده هو ده الانزيم اللي كان بيكسر الكايلومايكرون ويطلع منها فري فاتي اسيد، بيكسر الترايجليسرايدز بتاع الكايلومايكرون ويطلع منها فري فاتي اسيد، وكان بيكسر الترايجليسرايدز بتاع في ال دي ال ويطلع منها فري فاتي اسيد. اهو في الرسمه اهي، ادي الليبوبروتين ليبيز اهو بيكسر الكايلومايكرونز عشان يطلع منها فري فاتي اسيد، بيكسر الترايجليسرايدز اللي موجوده في ال دي ال عشان يطلع منها فري فاتي اسيد. طب لو نقص هذا الليبوبروتين ليبيز ايه اللي بيحصل؟ بيزيد الترايجليسرايدز في شكل كايلومايكرون او في شكل في ال دي ال. اوكي؟ وعشان كده قلت لكم ان مفيش عندي طريقه بقيس فيها ترايجليسرايدز، انا بطرح الكوليسترول من التوتال ليبيدز. ليه؟ لان الترايجليسرايدز موجوده في كايلومايكرون وموجوده في في ال دي ال، ولا بعرف اقيس دي ولا بعرف اقيس دي. طب كلينيك اللي بقى العيان ده بريزنت باي ايه؟ هتلاقيه بريزنت باي لايبيميا وبريزنت باي زنسوما. اوكي؟ بس الزنسوما هنا بيسموها تيوبرس زنسوما. ايه حكايه التيوبرس زنسوما دي؟ تيوبرس زنسوما هي شبه الزنسوما الموجوده عند التندون بس دي تبقى موجوده عند الاكستنسورز وبيبقى لونها احمر. للاسف ما عنديش صوره هنا. ممكن نحاول نعمل سيرش كده عنها. هوريكم شكل التيوبرس زنسوما. اهي قدامنا شكلها جميل ولذيذ خالص اهي. ده شكل التيوبرس زنسوما، بيبقى لونها كده بينك او بيربل، موجوده عند الاكستنسورز بتاعت الاورجنز دي اسمها تيوبرس زنسوما. ادي عند الاكستنسور بتاعت الرجل اهي ولونها احمر، يبقى دي انديكيشن لمين؟ لهايبر تراي جليسريديميا غير التندون زنسوما للمانيفستيشن فور هايبر كوليستروليميا. طب هل العيان بتاع الهايبر تراي جليسريديميا ده بيحصل له اثيروسكلروز؟ لا، ات از نوت ا ريسك فاكتور فور اثيروسكلروز. ليه؟ لان احنا ما شرحنا الاثيروسكلروز، ده الاثيروسكلروز ده كان ماكروفيج بلعت اوكسيدايزد ال دي ال فتحولت لفورم سيرم، لكن الترايجلسرايدز ما بتعملش اثيروسكلروز. امال بتعمل ايه؟ كان كوز او بريسيبيتيت فور بانكرياتيتس، اكيوت بانكرياتيتس هي ريسك فاكتور للاكيوت بانكرياتيتس. ولو تفتكروا المره اللي فاتت وانا بشرح الستيبل انجينا قلت لكم ان واحده برضو من الريسك فاكتورز في الهايبرليبيديميا السطر كده ان الناس عندهم هايبر ترايجليسريديميا داز نوت بريزنت ويز كورونري ارت ديزيز لكن كان بريزنت ويز ام اي. ليه؟ ان ممكن الكوره بتاعت الكايلومايكرون دي لما تكبر شويه تكبر شويه تكبر شويه تعمل لك زي ام بلس كده وتروح تقفل، اسمها كوليسترول ام بلس، تقفل لك الكورونري ارت، فكان بريزنت ويز ام اي لكن ما تعملش ابدا اثيروسكلروز. قلت لكم اشرحها المره اللي فاتت يبقى دينا فهمناها. يبقى تاني الفاميليال هايبر ترايجليسريديميا هو زياده في الترايجليسرايدز، المشكله كانت فين؟ المشكله انا مش قادر اوش الترايجليسرايدز، الانزيم اللي بينضفها اللي هو اسمه ليبروتين بيز في ديفيشنسي. بريزنت ازاي؟ بريزنت ان العيان دوت هتلاقيه كلينيكالي عند زنسوما حاجه اسمها تيوبر زنسوما وعنده حاجه اسمها لايبيميا. يعني ايه لايبيميا؟ يعني دمه يبيض.
شوفوا الصورة الجميلة اللي قدامي دي كده، ده دم اتعمل له بريسبيتيشن، فصلت، عملت فصلت الدم، المفروض ان ده السيرم. السيرم يبقى لونه رايق، شايفين السيرم لونه ايه؟ لونه زي اللبن. اوكي، ده اسمه لايبيميا. لايبيميا الناس اللي بقى عندهم زياده في الكايلومايكرون قوي بيبقى ده البيكتشر بتاعتهم. اوكي، يبقى اذا بريزنتد باي ممكن معايير الدم نفسها، هتلاقي معايير الدم منوره عنده لايبيميا، او ممكن يكون كلينيكالي هتلاقي عنده تيوبرس دنسوما. هم ده نوت ريسك فاكتور فور كورونري ارتري ديزيز، ده ام سي كيو، ولكن ريسك فاكتور فور اكيوت بانكرياتيتس ام سي كيو. طيب يبقى كده اتكلمنا عن فاميليال هايبر كوليستيرولميا، فاميليال هايبر ترايجليسيريديميا. تعالى نتكلم عن الفاميليال هايبر ليبيديميا كومبايند بقى الاثنين مع بعض. ليه كومبايند هو اهم واحد فيهم اكتوري؟ لانه الكومنست فيهم، كومنست ليه؟ تخيلوا انه زي ما هو اوتوزومال دوميننت، ونسبته بقى كمان 1% من البوبيوليشن. يعني لو انت عندك مجتمع كده دوله زي هنا فيها 100 مليون، هتلاقي ان في عندنا مليون واحد عندهم فاميليال كومبايند هايبر ليبيديميا. بس خلي بالك انه 15% بس من اللي عندهم المشكله دي هم اللي بريزنت ويز اثيروسكلوز وهم صغيرين، تمام؟ بس مهم ابقى عارفه مشكله بقى العينين دول ايه. فاميليال هايبر كومبايند هايبر ليبيديميا يعني زاد فيهم الترايجليسرايد وزاد فيهم الكوليسترول. المشكله في السكريشن اوف ايبو بي 100، الكبد بيطلع ايبو بي 100 بنسبه كبيره قوي. طب انا كده مش فاهم، هو لما كان حصل انه الايبو بي 100 قل بقى ال دي ال مش عارف يمسك في الريسبتور فزاد، طب ازاي لما في عندي مشكله في الايبو بي 100 ويزيد يبقى عندي كمان ديزيز؟ انا خلي بالك، هو الكبد لما بيصنع ال في ال دي ال، او لما يجي نصنع ال اتش دي ال، او هو بياخد الكايلومايكروس بيعمل ايه؟ بيصنع جزء منه الليب بارت والبروتين بارت ويعملهم انكوربريشن ويدخلهم، انكوربريشن ويدخلهم. طيب هو جينيتيكالي مش مفهوم ازاي بيحصل، لكن بيلاقوا انه تصنيع الايبو بي 100 بيزيد بيزيد بيزيد. طب ما بيزود الكبد في تصنيع الايبو بي 100 ياخد مور اند مور فري ليبيد اللي هو شكل الترايجليسرايدز، ومور اند مور كوليسترول، ويعملهم في بعض ويزود انتاج الفي ال دي ال. سوري، يبقى تاني هي القصه كانت حصلت ان الكبد عمال يصنع الاثنين مع بعض، يصنع مور اند مور اي بي 100 اللي هو بينكوربريت بشكل مور اند مور في في ال دي ال، ومور اند مور فور كوليسترول. سوري الخط بس كان فصل شويه، نرجع تاني في نفس البوينت. فهو بيصنع الايبو بي 100، بيصنع معاه في ال دي ال اللي هو فيه ترايجليسرايدز، وبعد كده ياخد مور اند مور كوليسترول، فبيزيد عندي الثلاثه او الاثنين مع بعض، ترايجليسرايدز بيزيد والكوليسترول بيزيد. اوكي، بس هو اقل في الحده من الهايبر كوليستروليميا بير سي، تمام؟ يبقى المشكله بتاعتنا هو increased hepatic production او اوفر برودكشن اوف ايبو بي 100، الميكانيزم مش معروفه ازاي، ونتيجة ذلك بيزيد ال LDL وبيزيد ال VLDL، وفي نفس الوقت بيزيد زي ما قلنا ايه ال VLDL دوت بيبقى rich in triglycerides وال LDL rich in cholesterol. طب العيان ده بيرزنت بقى ايه؟ زي بالظبط الهايبركوليستيريميا، يبقى عنده كورنيال ألسرز، ويبقى عنده دانسيلازما، وعنده تندون زنسوما. والعلاج ان انا لازم ادي ادويه تنزل التريجليسيريدز وادويه تنزل الكوليسترول. يبقى كده اتكلمنا عن الديستبيديميا ايه هي الكوزز. يبقى تاني انا اتكلمت عن الديستابيديميا، قلنا اول حاجه ابقى فاهم ايه البروتين ميتابوليزم، الرحله الجميله من اول ما الدايت يدخل بعد كده انتستن، يروح بعد كده للليفر، الكايلومايكروس تروح للليفر، وبعد كده الليفر بحاجه مصنع لي في ال دي ال، تاخد كوليسترول وترايجليسرايدز وتروح للتيشوز بشكل ال دي ال، وبعدين يروح مصنع اتش دي ال تاخد الكوليسترول من التيشوز وترجع مره ثانيه للليفر. اتكلمت بعد كده عن اسباب الديستابيديميا برايمري وسكندري. سكندري رقم واحد دايابيتس، اثنين اوبيزيتي، ثلاثه هايبوثايرويدزم وليفر وريانزيز. برايمري يا اما كلهم اسباب جيناتيك، كلهم اوتوزومال دوميننت، يزيد
الكوليسترول فاميليال هايبركوليستيريميا يزيد التريجلسرايدز فاميليال هايبرتريجلسريديميا يزيد الاثنين مع بعض يبقى فاميليال كومبايند. واتكلمنا البرزنتيشن بتاع الكوليسترولينيا هايبركوليستيريميا غير بتاع الهايبرتريجلسريديميا، ده بيبقى عنده دانسوما ودانسلازما كان اسمها تندون دانسوما، اما بتاع الهايبرتريجلسريديميا كان عنده لايبيميا وعنده تيوبرس دانسوما. وعرفنا الفرق ما بين التيوبرس دانسوما وما بين الاكستنسور او تندون دانسوما. العين عنده هايبر كوليستيروليميا ده ريسك فاكتور فور كورونري ارتري ديزيز، عشان كده بيحصل لهم اثيروسكلروزس ويحصل لهم كورونري ارتري ديزيز في سن صغير. العين عندهم هايبر تراي كوليستيروليميا ديز نوت ريسك فاكتور فور اثيروسكلروزس، ولكنه بيزود لك انسيدنس فور اكيوت بانكرياتايتس. الكومباين بيدم الاثنين مع بعض وبقى في فيتشرز من الاثنين مع بعض. الكلينيكال برزنتيشن احنا اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في كل واحد منهم. ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاعت العين عنده هايبر كوليستيروليميا والكلينيكال برزنتيشن العين عنده هايبر تريجلسيديميا، اعتقد اتكلمنا عنها. تعال نشوف بعد كده الانفستيجيشن. الانفستيجيشن اللي بتطلب عندها ليبل بروفايل. الليبل بروفايل زي ما قلت بيديك بقى ايه هو التوتال كوليسترول، وبيقيس لك كمان ال دي ال بتاع العيان والاتش دي ال بتاع العيان، وبيحسب التريجلسيرايدز. وقلنا ان مش عندنا تيست بيقيس التريجلسيرايدز لكن بيطرحهم من بعض، وكلمتك على موضوع صايم ولا فاطر. لا، لو انت بتقيس كوليسترول في اي وقت. طيب لو انت بتقيس تريجلسيرايدز، بص لو في اول مره في اي وقت مفيش مشكله، لكن لو لقيت عنده هايبر تريجلسيريديميا لا استنى بقى معلش عيد لي الاختبار وانت صايم، لازم تبقى صايم 12 ساعه، وانت بعد كده بتتابع العيان ده فور تريتمنت لازم يبقى صايم. يبقى قياس الكوليسترول لا يستدعي الصيام، قياس التريجلسيرايدز بيستدعي الصيام. في عندك بقى اذر انفستيجيشن عشان خاطر طبعا تشوف السبب، اما انفستيجيشن فور ذا كوز زي مثلا الرينال فانكشن الليفر فانكشن عشان خاطر تشوف السكندري كوزز، تشوف طبعا راندوم بلاد شوجر عشان خاطر تشوف السكندري كوز زي الدايبيتس، تايرويد فانكشن عشان خاطر اكسود هايبوثايرويديزم. دي اذر انفستيجيشنز بطلبها عشان خاطر اشوف طبعا الاذر كوز. هحط لكم صوره جميله قوي. دايما في الحاجات اللي فيها يونتس الناس بتوع اليو كي غير الناس الامريكان شويه. مشكله اليو كي مع قديم يعني الناس الامريكان ايه اليونتس بتاعتنا ليها زي ما بنستخدمها كده، يقول لك ميلي جرام بير ديسيليتر مش عارفه كام ايه ملي متر ميركي لو انت مثلا بتقيس بي او 2 ولا حاجه زي كده. لا الناس اليو كي لا يعني هم ما شاء الله شايفين نفسهم قوي على الناس كلها، فطبعا يعني كانت الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، فهم ليهم اليونتس بتاعتهم لوحدهم بيتكلموا بلغه غير الناس كلها. اوكي فدايما ايه تلاقيهم يعني يقول لك ايه ملي مول. طبعا ملي مول دي انت عشان خاطر تحول من ملي مول لملي جرام انت المفروض تبقى حافظ بقى ولا تبقى عارف ان كل حاجه عشان خاطر بتقيسها تحويل المول الى الملي جرام او اللي هو النورمال يونتس بتاعتها، تبقى عارف اصلا ايه الموليكولار ويت بتاع السبستنس دي فتحسبها، فحاجه معقده. احنا عندنا دايما الامتحانات بتاعت الناس اللي بتمتحنوا مثلا ام ار سي بي او الزماله المصريه مشكلتها ان احنا واخدين السيستم بتاع اليو كي، لكن احنا في دراستنا واخدين اليونتس بتاعت اليو اس، فعشان كده بتلاقي الدنيا ملخبطه شويه قدامك الارقام ملخبطه. فانا دايما في كل حاجه فيها يونتس ان شاء الله في في الميديسن هتلاقيني جايب لك اليونتس دي باليو كي وترجمتها باليو اس، عشان لو انت بقى بتذاكر اي حاجه هنا ولا هنا تبقى خلاص تقدر تتعامل مع التو سيستمز. تمام، فهنا دي كونفرجن يونت لذيذه كده يقول لك ازاي تحول من الملي مول للملي جرام بير ديسيليتر. اوكي لانه للاسف في الامتحان بيجيب لك شيء بيختار ان انت تبقى عارف الارقام وحافظ الارقام. طيب لو انا اندر جراد ولا بوست جرادويت هل مطلوب مني نحفظ كل ارقام التست؟ لا طبعا مش مطلوب منك ان تحفظ كل ارقام التست، لكن في حاجات مهمه جدا تبقى عارفها. يعني مثلا احنا بنتكلم في الام اي انا ما اتكلمتش عن نورمال ليفل بتاع التروبونين ولا بتاع السي كي ولا بتاع السي كي ام بي، لا اتكلمت بس يعني ايه هي الفاليو بتاعتها. لكن لما احنا بنتكلم عن التريجلسيرايدز او بنتكلم عن الكوليسترول او بنتكلم عن الليبيدز لازم تحفظ الارقام، وحفظ الارقام مش رفاهيه يعني مش تعنت عشان خاطر تحفظ الارقام، لا عشان خاطر هتبقى هي دي التريتنج تارجتس اللي تعالج بيهم العيان. يعني مثلا لما اقول لك ان النورمال توتال كوليسترول هو 200 ملغ بير ديسيليتر، النورمال ال دي ال 130، ايه قيمه الكلام ده؟ قيمه الكلام ده لو حد عنده ريسك فاكتورز او عنده دايبيتس او عنده كرون ارش ديزيز اقول لك لا التارجت ما يبقاش 130 ملغ بير دي سي ال، التارجت بتاعك يبقى 100 ملغ بير دي سي ال. خلاص
لا طب لو عندي ده لو دخل في ام اي يبقى التارجت بتاعك 70 ملي جرام بر دي سي ال، فانت لازم تحافظ التارجت، وعشان خاطر تحفظ التارجت تبقى حافظ النورمال ايه. اوكي فده مهم. طيب الارقام بتاعتي بقى من اليو كي يونت لليو اس يونت ببساطه خالص، فبيقول لك ايه انه لو انت عندك التوتال كوليسترول النورمال بتاعك 200 ملي جرام خلاص، عشان خاطر تشوف تحولها بالملي مول هتقسم على 38.7 فتحولها الى 5.1 ملي مول بير لتر تقريبا كده يعني. يبقى نفس الكلام كده بقى في ال LDL لما اتكلم عنها، ونفس الكلام في ال HDL. تارجت مثلا ال LDL 100 تقسمها على 38.7 فيبقى 2 مثلا و6 من 10 او 25.8 وهكذا. لكن الـ لما نيجي نتكلم بقى عن الترايجلسرايدز، لا الترايجلسرايدز اللي هي حسبه مختلفه شويه. فالترايجلسرايدز يبقى احنا قلنا دايما الكوليسترول بقسم على 38.7. طب في الترايجلسرايدز لا، الترايجلسرايدز عشان احولها من ملي مول الى ملي جرام دي سي ال الى ملي مول، لا بقسم على 88.6. ففي كونفرجن يونت بتاعه الكوليسترول غير الكونفرجن يونت بتاعه الترايجلسرايدز، مش حاجه واحده. يبقى تاني كونفرجن يونت بتاعه الكوليسترول غير الكونفرجن يونت بتاعه الترايجلسرايد. ليه؟ عشان خاطر المولكيول ويت بتاع الدم والمولكيول ويت بتاع الدم. وانا دايما لما احول سي مثلا من ملي مول الى ملي جرام، لما يتكلم عن الكوليسترول يبقى هضرب فيه 38.7. لما يتكلم عن الترايجلسرايدز لا، يبقى هضرب فيه 88.6. اوكي تبقى بس عارفينهم فور نوليدج، عشان خاطر اتليست تبقى عارفين ايه هي النورمال فاليوز بتاعتنا، النورمال فاليوز بتاعت الكوليسترول بتاعت ال دي ال وبتاعت الترايجلسرايدز. اخر حاجه خالص عندنا هي المانجمنت، حاول ان شاء الله نخلصها بسرعه. يمكن المانجمنت عندنا ازاي بقى تعالج حد عنده ديستابيديميا، وده جزء من المانجمنت اوف كورونري ارت ديزيز ريسك فاكتورز في كورونري ارت ديزيز. عشان كده انت طبعا لو عنده سكندري كوز مهم جدا انك تدور على السكندري كوز وتعالج السكندري كوز خلاص. ولو عنده اذر ريسك فاكتورز اوف كورونري ارت ديزيز كايندلي انك تدور على الريسك فاكتورز دي. مثلا حد عنده ديستابيديميا وبيدخن، تقول لا لازم توقف تدخين، انت اصلا باي نيتشر عندك انسيدنس فور اثيروسكلوز، حرام تدخن، تدخينك يبقى بتقتل نفسك، توقف تماما. عنده هايبرتنشن يبقى لازم تكنترول هايبرتنشن، عنده دايبيتس يبقى لازم تكنترول دايبيتس. فلازم اول حاجه الريسك فاكتورز او الكوزز فاكتور، الفاكتورز فيها كوزز لازم تو بي كنترول تمام. دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه بقى التريتمنت تارجتس بتاعتك، ايه هي التارجتس بتاعتي اللي انا هوصل بيها بالعلاج؟ دايما التارجتس بتاعتي هتلاقيني هنا كاتب لكم التريتمنت تارجتس بتاعتك موجوده هنا كده، ان التوتال كوليسترول لو انت بتتكلم على التوتال كوليسترول يبقى اقل من 200 ملي جرام بر ديسيتا او اقل من 4 ملي مول. اوكي والال دي ال اقل من 2 ملي مول، طبعا اضربهم بقى في 38.7 عشان خاطر تحسبها، هتلاقي تقريبا انت بتتكلم 75 او 70 ملي جرام تقريبا بالنسبه لل LDL، وبالنسبه للتوتال كوليسترول 180، ما ينفعش يزيد عن 180. ماشي. التارجت الثاني او الحاجه دي باي ديفولت لو حد عنده ام اي او كده لازم توصل لهذه الارقام. طيب التارجت الثاني، الحاجه الثانيه في التارجت ودي الحاجه المور كومن في الكومن براكتس عندك، انك بتعمل 25% ريدكشن من التوتال كوليسترول و30% من ال LDL. يعني ايه؟ يعني انا باسس العيان دوت البيز لاين بتاعه خلاص والريسك فاكتورز بتاعته. والله مثلا لو العيان ده عنده هاير ريسك فاكتورز، عنده هايبرتنشن، عنده دايابيتس، حاجه من الحاجات دي كلها، اقيس البيز لاين بتاعه. سي مثلا البيز لاين بتاعه كان في ال LDL 160 خلاص، يبقى انزل 25%، يبقى التارجت بتاعي اديله ميديكيشن اقلل ال LDL بنسبه 25%، انا اوصله 120 130. اوكي ده لو عيان عنده ريسك فاكتورز. طيب لو العيان بقى حصل له اوريدي مشكله كورونا ارتري ديزيز او حصل له ام اي، لا نزل كمان 25%، فهتلاقيك تقريبا بتوصل لل ال دي ال اقل من 100 حوالي 70 ملي جرام بر ديسيليتر، والكوليسترول تقريبا هيوصل حوالي 140 ملي جرام بر ديسيليتر. اوكي يبقى مهم قوي نبقى احنا بنذاكر نذاكر التريتمنت تارجتس. طب التريتمنت بتاعي ايه؟ في عندي اول حاجه نون دايركت ثيرابي خلال الدايت وخلال الاكسرسايز، وفي عندي دايركت ثيرابي ميديكيشنز.
النون دايركت ثيرابي اكيد طبعا حاجات زي ايه، زي الويت ريدكشن، وانك تعمل اكسرسايز، وسموكينج سيسيشن، لازم قلنا بالكنترول ريسك فاكتورز. لكن كمان الدايت نفسه يبقى عامل ازاي. تمام، الدايت قلنا ان التوتال فات في الدايت تبقى اقل تقريبا من 30% من الانرجي انتيك. وخلي بالك المشكله دايما بتبقى في الساتوريتد فاتس. الساتوريتد فاتس زي ايه؟ زي مثلا الدهون المشبعه اللي احنا بناكلها عامه في اللحوم الحيوانيه، او الناس اللي بتاخد سمن نباتي، ودي اكبر مشكله او اكبر حاجه فيها الساتوريتد فاتس. فرجاء تكاد تقللها في الدايت تماما اذا ما كنتش تعدمها خالص من الدايت. اوكي، الحاجه الثانيه الدايت كوليسترول يبقى اقل من 300 ملغ بر ديسيليتر. الكلام الجديد دلوقتي ان الكوليسترول نو رول فور دايتري كوليسترول ريستريكشن. ليه؟ لان هو المشكله يعني الكلام الجديد دلوقتي عيان زي ما انت تقول لك ايه، العيان بتاع كورونا ديزيز ما ياكلش بيض، ما ياكلش حاجات فيها زيوت او كده. لا، الكلام الجديد لا، لو انه نسبه الكونتريبيوشن اوف دايتري كوليسترول تو توتال كوليسترول از فيري فيري ماينوت. لانه الكوليسترول الحقيقي الموجود في دمنا هو كوليسترول طلع من الليفر، فنسبه 90% من الكوليسترول اللي موجود في جسمنا هو كوليسترول بيصنع في الليفر. لكن الكوليسترول بتاع الدايت لا يمثل اكتر من 10% من الكوليسترول اللي موجود في الدم. تمام، ليه؟ لان انا باكل كوليسترول، بعد كده الكوليسترول بيروح عندي جوه الامعاء. مش كل الكوليسترول اصلا بيحصل له ابسوربشن، نسبه صغيره جدا. انا مين اللي بيحصل له ابسوربشن؟ هو تريجليسرايدز والفري فاتي اسيدز، ونسبه صغيره من الكوليسترول، نسبه صغيره من الفوسفوليبيدز بتتجمع وتروح في اللاكتز في شكل كايلوماكنز. اوكي، فهي المشكله مش دايتري، المشكله هي اصلا مشكله جينيتيكالي، يا اما زي ما احنا شفنا ال دي ال ريسبتورز القليله، او القصه الثانيه الاي او بي 100 القليل. تمام، نيجي بعد كده للدراج ثيرابي. في عندنا كذا دراج عارفينهم، اول حاجه الستاتنز، ثاني حاجه الفايبريتس، ثالثا البايل اسيد سيكويسترنت، والنيكوتينيك اسيد، والايزيتامايد. تقريبا دول كام مجموعه؟ خمس مجموعات. اشهر اثنين الستاتنز والفايبريتس. معلش زودوني مجموعه سادسه تيجي امس كيف الامتحان، ودي موضه دلوقتي، حاجه اسمها بي سي اس كي 9 انهبيتور. بي سي اس كي 9 انهبيتور، تعال نبدا بيها لان ده سؤال ام اس كيو. اوكي، وهتقولي كاتب لكم ان شاء الله في الفارماكولوجي نوت في اخر الكتاب. لكن ايه حكايه البي سي اس كي 9 دي؟ البي سي اس كي 9 ده انزيم موجود في التيشوز نفسها، بتلعب دور في ال دي ال ريسبتور اكسبريشن. ازاي؟ طبيعي ان ال دي ال خلاص بعد ما بيمسك الريسبتور، بعد ما يمسك في ال دي ال بيدخل جوه الخليه نفسها، وبعدين يحصل له سايكل تاني ويبدا يرجع للسيل ممبرين عشان خاطر يمسك في ال دي ال تاني وهكذا. لو ان في عندنا انزيمز اسمها بي سي اس كي 9 انزيمز بتكسر ال ال دي ال ريسبتور، وبالتالي عملوا فارماكولوجيكال دراج. قالوا طب افرض بقى لو انت عملت مونوكلونال انتي بودي حاجه كده تيجي تمسك في الانزيم ده وتلغيه، يبقى انا زودت الريسايكلينج بروسيس بتاعه ال ال دي ال، كاني زودت ال دي ال اكسبريشن على سطح الخليه، فيقعد يمسك في ال دي ال ويدخل تاني، ويمسك في ال دي ال ويدخل تاني، يدخله جوه الخليه. يبقى انا عملت الووشنج ال دي ال من الدم. اوكي، هي ادويه عبقريه وادويه ذكيه جدا وجايبه نتائج هايله، بس مشكلتها في التكلفه. تكلفتها غاليه جدا، thousands of pounds. اوكي، بس هي حاليا دلوقتي الموضه وبيتسال عليها سؤال ام اس كيو. طيب يبقى كده خلصنا من الادويه الجديده. الادويه القديمه بقى تعالوا نشوف الاستاتنز والفايبريتس، ده كموست كومن تو موست كومن. خلاص انا قدامنا ان شاء الله الصفحه دي مخلص، يعني في خلال ربع ساعه ان شاء الله كنت خلصنا 10 دقائق. تعرف بس الاستاتنز تشتغل ازاي؟ الاستاتنز ميكانيزم اوف اكشن هي بتنهبت اتش ام جي كو اي ريدكتيز انزيم. طب ايه الاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده؟ لا، ده انزيم المسؤول عن الكوليسترول سينثيسيس. مش قلنا ان الكبد بيصنع كوليسترول؟ طيب هو بيصنع كوليسترول من انزيم اسمه هيدروكسي ميثيل جلوتاريد كو اي انزيم. هو ده الانزيم بيشتغل كده. طيب لما بعمل انهبيشن لهذا الانزيم، بعمل انهبيشن للبروسيس بتاعت الكوليسترول سينثيسيس، وبالتالي
بيقل تصنيع الكوليسترول اللي هيروح بعد كده في شكل في ال دي ال ويروح بعد كده للتشوز. خلاص يبقى دي طريقه من الطرق ان انت بتقلل تصنيع الكوليسترول نفسه. قلنا انه التارجت بتاعك انك توصل تقريبا حوالي كونسنتريشن 5 ملي مول من التوتال كونسنتريشن او التوتال كوليسترول بتاعك يبقى 5 ملي مول. مشكله بقى السايد افكتس بتاعت الستاتنز دي عامه انها بتعلي الليفر انزيمز، تعمل هيباتايتس، تعملها كمان مايوسايتس. عشان كده يفضل دايما انك تفول اب العيانين دول بيز لاين ليفر انزيمز وتشيك الليفر انزيمز بعد شهر من العلاج لغايه لما تطمن ان امورك عند الله مستقره معاه. الحاجه الثانيه انك تخلي بالك وتقول للعيان اديوكيشن، لو هو حاسس باي ماسل بين لازم يرجع للدكتور، انه ممكن توصل لمرحله كمان انه بيعمل دامج، مش بس يعني دامج في المصل، لا ده ممكن توصل لمرحله ميجلوبينوريا انه يدخل كاتاستروفيك ماسل دامج وتبدا كمان تافكت على الرينال فانكشن. تمام، فمهم جدا جدا هو الرابدومايوليسيس، مهم جدا جدا انك تيديكيت البيشنت في عنده اي ماسل بين لازم يرجع للدكتور في اي وقت. دي الحاجه. الحاجه الثانيه انك تفول اب العيان او تمونيتور الليفر فانكشن بيز لاين وكل شهر لغايه لما تستقر على التارجت دوز بتاعتك. طيب ايه الستاتنز اللي احنا عارفينهم؟ في طبعا عندنا ديفرنت دراجز، حاجه زي مثلا سيمفاستاتين وروزفاستاتين والاتورفاستاتين. اوكي، البيست تو ستارت هو ارخص واحد فيهم اللي هو سيمفاستاتين. اوكي، وفي نفس الوقت تقدر تتعامل مع السايد افكتس بتاعته، هي التولربل سايد افكتس. ده بالنسبه للكلام عن الستاتنز. تعالوا نتكلم بعد كده عن الفايبريتس. طبعا الستاتنز زي ما قلنا هي بتقلل، بستخدمها في حاله الهايبر كوليستروليميا، لانها زي ما احنا شايفين بتافكت اونلي على كوليسترول. ما ينفعش حد عنده هايبر تريجليسيريديميا وتصرف له ستاتنز اتورفاستاتين، يعني خطا كتير قوي بيتعمل. يا جماعه رجاء الستاتنز ما لهاش دعوه خالص بالتريجليسيرايدز، ده هي اونلي بتافكت الكوليسترول. طيب الفايبريتس، الفايبريتس دي بستخدمها في الناس عندهم هايبر تريجليسيريديميا. اوكي، بلس الناس اللي عندهم ال دي ال برضو شويه. بتشتغل ازاي؟ بتشتغل على حاجه اسمها بروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتنج ريسبتور. طيب ايه الانزيم ده؟ ده واحد من الانزيمز المسؤول عن الكاتابوليزم اوف لونج تشين فاتي اسيدز. طب ايه برضو علاقتها؟ هو انت مش فاهم ان التريجليسيرايدز دي عباره عن جليسرول وماسك فيها فاتي اسيدز؟ اه، فلما بزود حاجه تكسر الفاتي اسيد او اللونج تشين فاتي اسيد اللي بتدخل في تركيب التريجليسيرايدز، انا كده بساعد ان انا بقلل الليفل اوف تراي جليسرايدز. اوكي، فهي مينلي بستخدمها ان انا بقلل التراي جليسرايدز. ليها شويه ترند انها تحسن الاتش دي ال بتزوده. اوكي، وممكن تقلل ال دي ال بنسبه بسيطه، بس مينلي هو انديكيشن فور هايبر تراي جليسيديميا. والليفل بتاعتك لو زاد عن 10 ملي مول، طب 10 ملي مول عشان خاطر تحولها تضرب فيه 8.6، يعني تقريبا لو تريجليسيرايدز اكتر من 800، هو النورمال تريجليسيرايدز كام؟ تقريبا 300 350. اوكي، لو زاد عن 800 لازم توصف العيان ده ميديكيشن تبقى فينو فايبريتس. طيب السايد افكتس بتاعتها نفس الكلام برضو، ممكن تعمل لك شويه مايوسايتس. عشان كده رجاء 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 لو انت هتعمل كومباينيشن ما بين الاثنين مع بعض، ما بين الستاتنس وما بين الفايبريتس، لازم تفول اب العيان دوت ولازم تديكيت العيان دوت، لانه هيزود الريسك اوف مايوسايتس، ممكن يدخل عيان في رابدو مايوليسيس، والرابدو مايوليسيس داخل عيان في مايجلوبينوريا، ممكن يدخل عيان في اكيوت رينال فيلير. خلاص، فرجاء بيشنت اديكيشن كويس وانت بتوصف لحد العيان من العيانين ذيس ميديكيشنز. طيب اذر ميديكيشن، حاجه مثلا زي البايل اسيد سيكويسترنت. البايل اسيد سيكويسترنت زي الكوليستيرامين، دي حاجه بتعمل ايه بقى؟ بتروح جايه ماسكه في البايل اسيد وتنزله في الاستور. طب وظيفه الكلام ده ايه؟ هو الليفر اصلا كان بيصنع البايل اسيد منين؟ من الكوليسترول. كان بياخد الكوليسترول، دي الاكسكريشن باث واي بتاع الكوليسترول، يصنع منه بايل اسيد. طب البايل اسيد بيمر عندنا في حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. انتيرو هيباتيك سيركيليشن، دي حكايه الانتيرو هيباتيك سيركيليشن دي، انك عندك بايل اسيد بتصنع من الليفر، تطلع من البايل داكت تروح للانتستين، تساعد عمليه الهضم. اوكي، جزء منها صغير يبقى اكسكريتد في الاستول،
جزء يرجع تاني من خلال بورتال سيركيوليشن عشان خاطر يروح الليفر. فانت لما بتبدا عندك كوليستيرامين يمسك في البايل اسيد وبيزود الاكسكريشن في الستول، وبالتالي بينهبت الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن بتاعت البايل اسيد. طب ايه قيمه الكلام دوت؟ ان انا الليفر كل شويه ياخد الكوليسترول ويصنع منه بايل اسيد، صنع كوليسترول بايل اسيد وهكذا، عشان كده بتستخدمها في علاج الهايبر كوليستروليميا. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن الستاتنز، اتكلمنا عن الفايبريتس، اتكلمنا عن البايل اسيد سيكويسترنت. تعال نتكلم عن النيكوتينيك اسيد. النيكوتينيك اسيد برضو من ضمن الحاجات اللي بستخدمها كويس قوي، من ادويه كويسه جدا اللي بتعلي الاتش دي ال وبتقلل الترايجلسايدز، فهي ممكن تستخدمها كويس جدا كادجوفنت تريتمنت للفايبريتس مثلا حد عنده هايبر ترايجلسريديميا. زي ما قلنا هي بتقلل الترايجلسايدز وبتحسن الاتش دي ال من خلالها بتشتغل على ايه؟ على الليبوبروتين لايبيز. فهي بتشتغل على الليبوبروتين لايبيز انزيم، بتنهبت شويه الليبوبروتين لايبيز انزيم، وبالتالي بتقلل الفري فاتي اسيد او الترايجلسايدز اللي موجوده. مشكلتها بس انها السايد افكت بتاعها ممكن تعمل لك فازو دايليشن وتعمل فلاشنج. خلي بالك ان النيكوتينيك اسيد ده اللي بيدخل في تركيب النايسين، خلاص النايسين هو فيتامين بي 3، اوكي، فعشان كده بيستيميليت شويه شكل الفيتامين بي 3 بيعمل فلاشنج، ممكن يعمل لك طبعا فازو دايليشن. ده مجرد سايد افكت، بس هي عامه سايد افكت توليرابل سايد افكت. اوكي، اخر حاجه خالص الايزيتامايب. الايزيتامايب واحد برده من الادويه الجديده، هو وظيفته انه بينهبت الانتستين ابسوربشن اوف كوليسترول، يعني هو ده بيمسك في الكوليسترول بتاع الدايت وبيقلل الابسوربشن بتاعه. انا قلت لكم انه الكوليسترول اصلا بتاع الدايت اللي بيشارك في البلد نسبته قليله، عشان كده ما ينفعش ابدا استخدم الايزيتامايب كفيرست لاين دراج في حد عنده هايبر كوليسترولميا. لا، انا بستخدمه دايما كادجوفنت دراج يساعد شويه لو انت ماشي على ستاتس ومش قادر توصل التارجت بتاعك. لا، يبقى رجاء ممكن تحط له حاجه زي الاستمايب، حاجه زي النايسين، ممكن تساعد العيان شويه فور تريتمنت. واخر مجموعه قلت لكم مجموعه جديده اللي هي بي سي اس كي 9 انهبيتورز، ودي عباره عن مونوكلون انتي بودز بت انهبيت البي سي كي اس 9 بي سي كي اس بي سي اس كي 9 انزيم، وده انزيم مسؤول عن تكسير ال دي ال ريسبتور. فلما اعملها انهبيشن بزود ال دي ال اكسبريشن على الريسبتورز على التيشوز نفسها، فتمسك مور اند مور ال دي ال وبتزود الكليرنس اوف ال دي ال فروم بلاد. يبقى ده كان التريتمنت بتاع الديستبيديميا. تاني عرفنا في حاجات نون فارماكولوجيكال وحاجات فارماكولوجيك. النون فارماكولوجيك زي الدايت، ان انا اقلل الليبيدز اللي موجوده دايتري ليبيدز سبيشالي الساتوريتد فاتي اسيدز، واعمل اكسرسايز سموكينج سيسيشن كنترول ريسك فاكتورز. ده نون دايتري. الدايتري كان في عندنا خمس مجموعات دوائيه، اشهرهم الستاتنز اللي بتهبت اتش ام جي كو اي انزيم ريدكتيز انزيم المسؤول عن تصنيع الكوليسترول، وبالتالي بيستخدمها في علاج الهايبر كوليسترولميا. تاني حاجه الفايبريتس، ودي كانت بتحفز البي باور ريسبتور اللي هو بيروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتنج ريسبتور المسؤول عن تكسير اللونج تشين فاتي اسيدز، وعشان كده بستخدمها في علاج الهايبر ترايجلسيريديميا. خلي بالك والنبي وانت بتكومباين الاثنين مع بعض، لو حد عنده كومباين هايبر كوليسترولميا وهايبر ليبيديميا رجاء تخلي بالك من المايوسايتس عشان ما تدخلش العيان دوت في كومبليكيشن رابدو مايلس. بعد اتكلمنا في ادجفنت دراجز، من هذه الادجفنت دراجز مثلا النايسين، من هذه الادجفنت دراجز ممكن يدي كوليستيرامين اللي بيقلل الانتيرو هيباتيك سيركيليشن بتاعه البايل اسيد، وكلمة عن استمايب اللي بيقلل الابسوربشن بتاعة الكوليسترول. وما تنساش مجموعة ثالثة مهمة بتسأل ام سي كيو اللي هي نيو دراج، وحاجة من حاجات الافكتيف دراجز في علاج الهايبر كوليسترولميا هي البي سي اس كي 9 انهبيتورز. كده اعتقد خلاص انت استبيديميا. معلش انا عارف انا طولت عليكم، بس صدقوني يعني الحاجات اللي انتوا فهمتوها النهارده وعرفتوها النهارده اعتقد يعني وورثينج التايم اللي احنا قلناه والمعلومات اللي احنا قلناها. ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني انا اتوقع ان حاجات كتير قوي تبقى جديده عليكم، وحاجات كتير قوي تبداوا تفهموها في مواضيع مهمه جدا زي الديستابيديميا. اهم حاجه ربنا ينفع بينا جميعا ان شاء الله. والحاجات دي زي ما قلت لكم مش بس الامتحان، لا كمان دي كلينيكال اكسبيرينس وفور لايف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يمكن مفيش عندي وقت ان احنا نسال اسئله واجاوب على الاسئله، لكن لو كده ممكن تبعتوها على جروب، وان شاء الله يعني هبعت لكم فيديو بتاع ازاي ندخل على الويب سايت عشان خاطر نشوف على طول المحاضرات مسجله على الويب سايت اللي احنا قلنا عليه باذن الله ان شاء الله، هو emedline.online. البلاتفورم بتاعنا تبقى موجوده ان شاء الله متاحه من يوم الاحد باذن الله.
كل سنة وانتم طيبين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.